الآن ينضم إلينا من نيويورك الزميل الكريم ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك يا ياسر. هل هذه القشة التي ستقسم ظهر بعير صامد حتى الآن اسمه دونالد ترامب، هذا التسجيل يمثل إدانة لدونالد ترامب لا يمكن أن يماري فيها أحد يا ياسر؟ بداية خالص التحية لك زميلي العزيز محمد وللسادة المشاهدين. ليس هناك قشة وليس هناك بعيرا، بل هناك حصانا قويا يعني يستعصي على حتى القضاء الأمريكي. الرئيس السابق دونالد ترامب محمد اليوم على منصته الملاكي كما تتحدث دائما تروس سوشيال تحدث عن هذه النقطة واشتكى من هذا التسجيل، ولكنه قال بأن هذا قال نقاط هامة في يعني هذا التسجيل. قال بداية بأنه هذا التسجيل كان له جزء إيجابي للغاية وهذا الجزء لم يعرض في المحكمة، وأيضا تحدث بأن مايكل كوهين هذا الرجل يعني لا يعتد بشهادته حيث أنه من الشهود ولا يعتد أن يكون مدعيا عليه ولا يعتد بهذا التسجيل، ووصف هذا التسجيل بشكل عام أنه إيجابي. دونالد ترامب محمد كما تتابع معي والسادة المشاهدين لا يخاف أبدا، هناك قضايا أكثر من ذلك وأقل من ذلك، يعني 34 قضية فقط في هذه الجزئية في نيويورك. هناك قضايا الوثائق السرية تحدث بكل جرأة فيها وقال لست الأول ولي حصانة ورؤساء سابقين وحاليين. الرئيس جو بايدن أيضا احتفظ بوثائق سرية. كل هذه الأمور وأكثر. الديمقراطيون الآن أيضا في مجلس الشيوخ، هناك مقالة كبيرة في واشنطن بوست اليوم تتحدث عن خوفهم من مسألة القضاء ما أسماهم بالمحافظين، القضايا أو القضاء المحافظين يتحدثون عنهم بأنهم يعني يطيلون الأمد في هذه القضايا والاستجواب وما شابه ذلك، مما تتاح فرصة للرئيس السابق دونالد ترامب أن يصل إلى 5 نوفمبر، وهذا هو الهدف الأسمى والأكبر له. ويتحدث الديمقراطيون بأنهم يعني في هذا الأمر يسهلون له مهمته للوصول والوقوف وجها بوجه أمام جو بايدن. إذن موقف دونالد ترامب القضائي على الأقل كما تفضلت أنت يا ياسر لم يتأثر كثيرا بهذا التسجيل، لأنه في تصور الكثيرين هذا التسجيل دليل إدانة قاطع. هو كذلك، هو يمتلك من المحامون يعني والقدرة على الوقوف بثبات، ويعني نعلم محمد بأن هناك يعني ثغرات ليس فقط في القانون الأمريكي ولكن القانون بشكل عام. لنقف أو حتى إذا ما كانت إدانته، هناك تصورات إذا ما أدين هل سوف هذه الإدانة سوف تمنعه من الوصول إلى البيت الأبيض؟ كل القضية ولب الحديث في هذا الأمر، هل سيصل أو ستمنعه هذه القضايا ولا يعبأ بهذه القضايا؟ هذه القضايا أولا تجلب له التبرعات لحملته الانتخابية، هذه القضايا محمد تشبع رغبة الرجل في أن يقف أمام الأضواء ويستمتع بهذه الشهرة. هذا الرجل قبل دخوله البيت الأبيض حاول أن يعمل في الفن وفي الأفلام ككومبارس، فما بالك بأنه الآن عدسات المصورين في كل العالم تتجه صوب الرجل، يعني هذا الأمر يشبعه تماما. وفي نهاية المطاف يعني القضية الأولى أو الخيط الرفيع هو هل ستمنعه هذه القضايا من دخول البيت الأبيض أم لا، هل ستمنعه من مواجهة جو بايدن أم لا. كل هذه القضايا لا يعبأ بها. هناك أيضا
يعني بعض المحللين يقولون أنه من الجائز جدا أن إذا ما وصل إلى البيت الأبيض سوف يقدم لنفسه عفوا رئاسيا لكل صحيح هذه صحيح القضايا أو يسن من القوانين. وإذا حكم عليه يا ياسر مثلا يعني بالمراقبة وارتداء سوار الكاحل الشهير لديك في أمريكا، سيكون أيضا قد دخل التاريخ، سيكون أول رئيس أمريكي يدخل البيت الأبيض وفي كاحله سوار المراقبة، لكن هذا سيمنعه يمكن من الخروج من البيت الأبيض بحسب القوانين والقواعد الأمريكية. ياسر، يبدو أن الذئب العجوز جو بايدن يكيد خصومه من الجمهوريين بالتسهيلات الصحية التي يقدمها للمهاجرين غير الشرعيين. محمد أشكرك على الرجوع على هذه النقطة، لأن التوضيح ليس إعطاء في هذا الخبر الذي تفضلت به. نعم. ليس مسألة أنه سوف يعطي هذا التأمين الصحي أو كما يقال هنا ميديكير، ليس هذا الأمر، ولكن ما خلف هذا الأمر من يعني أقاربهم الذين يحملون الجنسية الأمريكية من المهاجرين، والذين يعني قد يقومون يكسب هذه الفئة بشكل عام، والمكايدة هي موجودة على كل الأشكال، ولكن أن يكسب أصوات المهاجرين الشرعيين أو غير الشرعيين ممن يحملون الجنسية الأمريكية والذين يعدون بالملايين من كل الجنسيات، ويعطي أملا لمن لم يحصلوا على الجنسية ويعيشون هنا أن أيضا أن يقومون بالدفاع عنه والوقوف معه. كل هذه الأمور تذهب في خانة أيضا الانتخابات محمد، وبمجرد خروج هذا، وهذا أيضا ما فعله في الانتخابات الماضية 2016، إذا ما راجعنا الأخبار المتعلقة، هو بالفعل قد وقع على، وكانت من يعني إحدى النقاط السحرية في كسب الأصوات. الآن كل ما يحدث محمد، كل ما يحدث زميلي العزيز في الداخل أو في الخارج يصب في الانتخابات صحيح الرئاسية. لا يعبأ جو بايدن كثيرا بهؤلاء المهاجرين، لا يعبأ بصحتهم، هو يعبأ بما خلفهم من أصوات. نعم. هم أقاربهم أو ذويهم سوف يدلون بأصواتهم في 5 نوفمبر. ياسر أشكرك شكرا مضاعفا، مرة للتوضيح ومرة للتصحيح. شكرا جزيلا لياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك.